الله الرحمن الرحيم. نحن هنا في كيرلا منطقة كوتوكال، والحمد لله رب العالمين. هذه زيارة رابعة في هذا المصحة وبضيافة الدكتور حمزة، والحمد لله رب العالمين. أنا هني موجود من 2015. أنا ناصر الحارثي، طبعا نحن من سلطنة عمان، جينا للهند كيرلا إلى مستشفى الشافي طبعا باستضافة الدكتور حمزة والدكتورة إنيشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لقد أتينا إلى مستشفى الشافي لكي نعالج ابني، وكان عنده إعاقة وعدم النطق، والحمد لله في تحسن. لكم ستارت طيب لنا، نحمد الله ونشكره. اللي وجدنا هنا وجدنا حسن الضيافة، وجدنا إن شاء الله خط نمشي عليه لعلاج أخوي، وفيه بصيص أمل في شيء طيب إن شاء الله. صالي أحيي سنتين الحمد لله، يعني كنت من الصدفية وحصلت العلاج الحمد لله رب العالمين في مركز الشافية عند دكتور حمزة، الحمد لله صالي سنتين وأنا الحمد لله متعافي إن شاء الله. الحمد لله وجدنا بالمستشفى كادر طبي متميز، وأيضا الدكتور حمزة وجميع الدكاترة المرافقين له، صراحة من أفضل المستشفيات الموجودة في منطقة كيرلا وبالهند عموما، ويعد أفضل المستشفيات للتأهيل الطبي. ونشكر جميع القائمين بالمستشفى منهم الدكتور حمزة والدكاترة والمرافقين لهم والمعالجين الصحيين، نشكرهم جميعا. അൽസാഫിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഏമത്തെ ലോഞ്ചിങ്ങാണ് ഇന്നിവിടെ. അലഹമ്മദില്ലാ, ഏത് രോഗികൾ വന്നാലും വളരെ സംതൃപ്തിയോട് കൂടി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. പിന്നെ ലണ്ടൻ, അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും, വിദേശത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ സംതൃപ്തിയോട് വന്നിട്ട് വളരെ റഹത്തോടു കൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഫാമിലി സഹിതം വന്ന് പോകുന്നത്. അലഹമ്മദില്ലാ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. مهند قل لا، قل ماما، قل واو. الحمد لله هذا ابني ما كان ينطق أول، والحمد لله الحين بدأ ينطق كلمتين ثلاث، وبدأ تحسن في المشي. سلم عليها. السلام عليكم، എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കോട്ടക്കൽ അഷാഫി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ 7-ാമത്തെ ബ്ലോക്ക് കോട്ടക്കൽ ടൗണിൽ ഇന്ന് തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരെയും സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ആതുര ചികിത്സ രംഗത്ത് അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ആയുർവേദ രംഗത്ത് മികവുറ്റൊരു കേന്ദ്രം, അതാണ് അഷാഫി. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذا ولدي بتال، كان إعاقة تامة الحمد لله، وجيت قبل سنة، وأبشركم الحمد لله طيب، وروح ويجي ويمشي، ودحين أنا الحمد لله رجعنا المرة الثانية. نشكر الدكتور حمزة الشافي والدكتورة أنيشة، نشكر الجمهور هذا اللي لبوا دعوة الدكتور، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، إن الله جمعنا هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. الحمد لله، أنا الرجل هذا جيت قبل سنة، ولدي كان إعاقة تامة الحمد لله، لا يتحرك ولا يتكلم ولا، لله الحمد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، إن الله وفقنا بهذا الشخص. أول شيء أتقدم بالشكر بعد الله سبحانه وتعالى للدكتور في عناية بنتي وحسن استقباله وحسن أخلاقه.
بعد الله أنا جيت هنا من أبو بتال، وأبو بتال بعد الله هو اللي جابني هنا، والحمد لله بنتي في تحسن الحمد لله، وإن شاء الله يا ربي لك الحمد. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر الدكتور حمزة على جهوده وعلى ما حصلوا منها المرضى من تعافي بعد الله سبحانه وتعالى. أنا جاي لي حول 4 أيام على ذكره من أخواننا الخليجيين وغيرهم على ذكره وعلى التجربة، ورع المثل يقول التجربة خير برهان، ويقول اسعى المجرب ولا تسعى الطبيب. الحمد لله الوضع عندي أحسن من أول. أنا أول ما جيت الحالة شبه متوقفة عندي 2 سنين من بعد الحادث، بعد الله عز وجل وجيت هنا وناس بعد رشدوني. في بداية جيت مصحة ما كنت أعرفها، جيت بس كده من نفسي وحمد نفسي جيت، بعدين جيت أسأل الناس اللي تعاملوا مع الدكتور حمزة، ودخلت بعد جيت أستفسر وشفت حالات تعالجت والحمد لله شفت أحسن. جيت أنا قلت بأرمي حظي، بس سبحان الله الوضع لا. أنا جيت الهند عن طريق عبد الرحيم الفيسي أبو بتال، الله يعطيه الصحة والعافية، والتقيت بالدكتور الكبير الله سبحانه وتعالى دكتور حمزة الشافي، والحمد لله حنا في فترة علاج والله يكرمنا إن شاء الله، وأنا شفت كل خير من الرجل هذا، وهذا يستاهل كل خير منا إن شاء الله بإذن الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا جينا الهند لنا يمكن 5 أيام، وأول ما جينا تقابلنا مع الدكتور حمزة. إحنا للأمانة ما جينا إلا باتفاق مع الدكتور من وعدنا في السعودية، وتأملنا بعد الله في الدكتور خير في العلاج في التمارين في الزيوت في الأشياء اللي متأملين بعد الله فيها خير.